الذكاء الاصطناعي توغل في حياتنا وبقى موجود في كل المجالات. الجديد ان الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في كرة القدم والتنبؤ بمستقبل اللعيبة والمستويات اللي هيقدموها. واول شيء قدمه هو توقع تألق بلينجهام قبل انتقاله من بروسيا دورتموند لريال مدريد، وكان في اكتر من عامل كشف عنه ريان بيل مؤسس شركة متخصصة في تحليل اداء اللاعبين. اول عامل هو تنبؤ التناغم، وده اللي بيقيس مدى ملائمة اللاعب لزمايله داخل وخارج الملعب. وواضح طبعاً من تألق بلينجهام إنه دخل في أجواء الفريق بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف في 5 ماتشات في الليجا. تاني حاجة الشبكة العصبية، ودي اللي بتقيس مدى تطوير اللاعب للعلاقات الشخصية، وكمان معاها أسلوب اللعب والمهارات واللغات وكمان العمر. وده ظهر من خلال مدى اهتمام بلينجهام بتطوير اللغة الأسبانية بعد أول ماتش ليه أمام أتلتيكو بالباو. بعد تسجيله الهدف ظهر في فيديو على صفحة ريال مدريد بيتكلم بالإسبانية، وتأثيره كمان وصل لإنجلترا لما انضم للمنتخب في التجمع الدولي الأخير. زمايله جيمس ماديسون وكالفين فيليبس كتبوا له تعليق بالإسبانية. حاجة أخيرة وهي تنبؤ الملائمة التكتيكية، وده اللي بيوضح مدى ملائمة اللاعب لطريقة لعب فريقه الجديد، واللي فعلا قدر يلعب مع الفريق في أكتر من خطة سواء 4-4-2 أو 4-3-3.